زواج ولاد العم في فرنسا عليه غرامة وبطلان الزواج. في فرنسا بيمنعوا زواج ولاد العم علشان ده بيسبب مشاكل طبية والأولاد بيجوا عندهم أمراض. الحقيقة عندنا في مصر بقى في حاجة غريبة جدا، الواحدة من دول تبقى قاعدة وراحة مثلا عند الدكتور وعند ابنها تعبان، فاللي جنبها تسألها تقول لها سلامته ماله في ايه، تقول لها معلش اصل انا يعني تعب شوية، اصل انا وابوه ولاد عم. يعني انتوا عارفين، احنا عارفين ومتأكدين وكل الابحاث العلمية قالت كده، زواج الاقارب فيه مشاكل ومع ذلك احنا مصرين ومنتبهدل.